الصفقات اللي عندنا يعني لسه مش هنقول صفقات لما يمضوا العقد بتاع الاتحاد. ده مش عليا، ده على اي حد، لازم العقد الاتحاد يضمن. طبعا لسه الاتحاد ما خرجش الاستمارات طبقا للوائح، طبعا احنا كلنا بنحترمها لان مش علينا، على كل الناس. اما تخرج اللوائح هنقول الصفقات. طبعا احنا عندنا صفقات، عندنا محسن رمضان، عندنا سيسا، عندنا في صفقات ربنا سهل بنفكر فيها في الفتره الجايه، اتمنى ان هي تيجي لان دي اضافات. احنا عندنا طبعا خرج من عندنا فايز، خرج من عندنا خيري راح رومانيا، فايز راح الشارقه. وعلى فكره الكلام ده المفروض ان الناس دي كانت مقدمه طلبات من الموسم اللي فات ان هم يعني كل واحد بيدور طبعا من حقه يدور على مستقبله، فالراجل شاف ان مستقبله يقدر يكمله في الشارقه وده مستقبله يكمله في رومانيا، فبنديهم كل حقوق لان انت ما تقدرش تقعد لعيب غصب عنه هيلعب وهو مش مبسوط، هيلعب بدون اداء، فبتقول له متشكرين على الفتره اللي انت قضيتها معانا وربنا يوفقك، نتمنى لك كل سعاده في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي نادي بيتك، في اي وقت هتفكر ترجع طبعا هنرحب باي لعيب يرجع يكون اهل انه يرجع لبيته مره ثانيه. فبيخرج من عندنا اثنين لعيبه، في لعيبه طبعا احنا عاملين في حساباتنا ان اللعيبه دي يعني فانيله الاهلي تقيله عليهم، فممكن ما يكونوش ليهم فرصه معانا في الفتره اللي جايه. واحنا اما بنيجي نتكلم مع اللعيب او بنيجي بنغير في اللعيب، احنا ما بنغيرش عشان بنحب او بنكره. المدرب علمونا في علم التدريب، المدرب اللي يكره ويحب وهو فهو مدرب فاشل. المدرب له مصلحه الفرقه، حتى لو اللعيب اللي بتلعب معاه دمه تقيل عليك مش مشكله، طالما اللعيب بدا بيفيدك دي ملهاش دعوه بالحب والكره. فاحنا بننقي اللعيبه وبنختارها حسب اللعيب اللي هيفيد النادي، حسب اللعيب اللي هيفيد الفرقه، حسب اللعيب اللي عنده كاركتر وشخصيه انه ازاي يعرف ان هو بيلعب في نادي كبير وقيمه النادي خارج الملعب، ودي مهمه جدا داخل الملعب ودي الاهم. هو طبعا انا بركز دايما على اللعيبه ان النادي الاهلي نادي بطولات، والنادي الاهلي ما بيقبلش بالمركز الثاني، بيعتبر المركز الثاني بالنسبه له ضيع بطوله، فده اللي انا بركز عليه. لازم اللعيب دايما هو بيلعب يكون عامل في حسابه ان هو بيلعب باسم نادي كبير وراه جمهور اكتر من 70 مليون مستنين منه ان هو يفرحهم ويسعدهم. طبعا الكلام ده كله لازم يوصل للعيب، لازم اللعيب يحس بقيمه الفانيلا اللي هو لابسها، لان فانيله الاهلي فانيله تقيله، فانيله كبيره ما يلبسهاش الا اللعيب اللي يقدر يشيلها عشان يقدر يحقق من خلالها بطولات. طبعا كلام كابتن طارق محروس في منتهى الاهميه الحقيقه، يعني لو سمعت